السيد الرئيس، أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، بادئ ذي بدء نود أن نتقدم بالتهاني لجمهورية مصر العربية، وذلك لاحتضان مؤتمر الأطراف 27 وكذلك لحفاوة الاستقبال الذي لاقيناه في هذه المدينة، مدينة شرم الشيخ البهية. حضرات السيدات والسادة، حصة ماليزيا من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على صعيد عالمي تقدر ب 0.69%، وبالرغم من هذه المساهمة الضئيلة إلا أن ماليزيا مفتئة وبثبات تعمل على تنفيذ كل التدابير المناخية للتقليل من هذه الانبعاثات. عملنا على تحيين خطتي الوطنية عام 2022، وأعلنا عن طموحنا الوصول إلى الصافي الصفري لانبعاثات غازات الدفيئة وذلك بحلول 2050، وكررنا التزامنا وذلك بمواصلة الغطاء الحراجي بما لا يقل عن 50%، وهذا ما كنا قد تعهدنا به خلال قمة الأرض في ريو عام 92. ونحن عملنا كذلك على إدراج كل المبادرات المناخية في الخطط التنمية الوطنية، وعجلنا بالأعمال المناخية، وتدابير التخفيف تركز على قطاع الطاقة لأنه هو أول مصدر للانبعاثات، وعليه عملنا على تحيين سياسة الطاقة الوطنية لكي تحول هذا القطاع إلى الطاقة النظيفة. وبموجب هذه السياسة فنحن سنعزز الخليط الRE، وذلك في إبداد بالطاقة من 23% حتى 31% عام 2025 و40% عام 2030. ونحن قد وقعنا على عهد العالمي للميثان السنة المنصرمة، ومن ثم نحن قد خطونا الخطوة الأولى صوب تقليل من انبعاثات الميثان من خلال شركة النفط الوطنية وبتروناس، والتي هدفها هو تقليل انبعاثات الميثان بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لسلاسل إمداد الغاز الطبيعي بحلول 2030. حضرات السيدات والسادة، في ديسمبر 2021 تعرضت ماليزيا لأسوأ الفيضانات في تاريخها الوطني، خسائر تقدر ب 1.4 مليار دولار في غضون أسبوع واحد. تسبب ذلك في ترحيل الأشخاص وفي وقوع العديد من الضحايا، وحسب التقديرات ماليزيا في حادة لزهاء 35 مليار دولار خلال السنوات الخمسين الأخير القادمة، وذلك للتكيف وأثار تغير المناخ، بالفعل مبلغ ضخم بالنسبة للبلد النامن مثل بلدنا. ومن ثم تمويل المناخ أساسي، وذلك لمؤازرة الدول النامية في تنفيذ الأعمال المناخية، ولبلوغ هدف 100 مليار دولار سنويا من لدن الدول المتقدمة، فهذا أمر أساسي لكي نستعيد الثقة. وفضلا عن ذلك لابد ونضمن التنفيذ الفاعل والناجح للاتفاقية والإطارية والاتفاق باريس، وهذا مرهون بالحصول على بناء القدرات والدعم الفني وكذلك الوصول إلى التكنولوجيا النظيفة. ونحن نتطلع إلى نتيجة ملموسة، وذلك بشأن هدف تمويل المناخ لفترة ما بعد 2025، مع استخلاص العبارة من هدف 100 مليار دولار الذي لم يتحقق. ومن ثم فإن مؤتمر الأطراف في حاجة لاعتماد قرارات ملموسة، ونحن نجدد النداء من أجل احترام الدول المتقدمة لواجباتها بموجب الاتفاقية. نعم، ثمة متسع من الوقت، وذلك لكي ما نبلغ أهداف الاتفاقية الإطارية وكذلك اتفاق باريس وفقا لمبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة، لكنها متباينة مع الأخذ بالقدرات الخاصة بكل بلد. ففي غياب التمويل الجديد والإضافي والقابل للتنبؤ والمناسب من لدن الدول المتقدمة، فإن الأعمال المناخية التي نحن في أمس الحاجة لها في الدول النابية سيتم تأجيلها، ومن ثم هذا سيعرقل التقدم في بلوغ وفي تحقيق هدف اتفاق باريس، وسيعرض كوكبنا لخطر، خطر الضرر المناخي الذي لا رجعة عنه. شكرا.